لن أعلق على الحكم القضائي، الرأي العام يعرف الحقيقة. أريد أن أقول بأنني أهنئ توفيق بوعشرين على صموده، على شجاعته. أهنئ أسرة توفيق بوعشرين التي عبرت عن مستوى عالي من التماسك والتآزر. أهنئ دفاع توفيق بوعشرين الذي أبرز للعالم حقيقة هذا الملف. أريد أن أهنئ جميع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني التي عملت على معرفة الحقيقة ونصران العدالة. أهنئ توفيق بوعشرين لأنه انتصر في هذا الامتحان، خرج بطلا، لأن القضية أصبحت معروفة لدى الجميع بأنها قضية رأي عام. لن أعلق على الحكم القضائي، لن أعلق على 12 سنة. أريد أن أقول هنيئا لتوفيق بوعشرين، هنيئا لعائلة توفيق بوعشرين، هنيئا للأسرة الحقوقية المغربية بيقظتها وبقدرتها على فك شفرة هذا الملف. هنيئا للدفاع القوي لتوفيق بوعشرين الذي برهن للعالم حقيقة هذا الملف وأسقط جميع الترهات منذ اليوم الأول. قيل بأن هذا الملف جاهز، قضينا أكثر من 86 جلسة، أكثر من 8 أشهر من الاعتقال التعسفي، ظهر في الأخير بأنه ليس هناك أي دليل مقنع للرأي العام يدين توفيق بوعشرين. هنيئا له بصموده، هنيئا له بكلمته الرائعة التي أدهشت الجميع، وهذا أكبر دليل على تماسكه وعلى قدرته على الدفاع عن نفسه، لأنه مقتنع بأنه بريء. العالم اليوم مقتنع ببراءة توفيق بوعشرين، ولن أعلق على حكم القضاء.